السلام عليكم، معاكم المهندس عمر المليجي، وان شاء الله في الفيديو ده هنشرح ازاي نكريت فاميلي بحيث ان احنا نقدر نرسم بيها او نموديل بيها على ريفيت قطاعات كولومز مختلفه، سواء مثلا تي سيكشنز او ال سيكشنز، اي قطاع غير القطاعات او غير الفاميليز اللي جايه اصلا مع اللايبرري بتاعت البرنامج. اول حاجه هتعملها ايه؟ تبقى واقف على اي فايل ريفيت مفتوح او حتى لو مش فاتح بروجكت، يعني هتدوس على علامه الار، تعمل نيو فاميلي، كنسل. المفروض تخش على التمبلت فاميلي. لو انت جيت تخش على اللايبرري اللي عندك هتلاقي في حاجه اسمها فاميلي تمبلتس. هنعدي ونخش على اللايبرريز دي، هنخش على فاميلي تمبلتس، خش على انجلش، هتلاقي حاجه اسمها متريك استراكشرال كولم. متريك اللي انا شغاله بالمتريك يونتس، واستراكشرال كولم لان انا عايز اعمل فاميلي استراكشرال كولم. وافتحها كده هيفتح لك المنظر ده. اول حاجه تعملها تمسح كل الكلام ده، نعمل امبن امسح كله بس وسيب تو اكسيس في اكس واي. الفكرة اول حاجة دي مش اكسيس، دي حاجة اسمها reference plans. ايه reference plans؟ احنا دلوقتي بنكريت حاجة عشان الريفت يفهمها، فاحنا دلوقتي اي حاجة عايزين ندخلها انبوت معايا لازم تبقى على ريفرنس بلان. يعني ايه بشكل اكتر؟ دلوقتي تعالوا نبص مثلا على تي سيكشن. تي سيكشن فيه في كل جنب يعتبر عايز اعرف ثلاثة سايدز. لو خدناه من الشمال مثلا او من اليمين هتلاقي عشان حرف ال هيبقى فيه الطرف الكبير والطرف الصغير اللي من اليمين ومن الشمال، وفي في النص اللي هو الدايمنشن هو بيبقى ده ماينس ده، وهكذا في الناحية التانية. فعشان ابدا اعرف الثلاثة سايدز دول مبدئيا محتاج ثلاثة من الريفرنس بلانز دول. فتيجي هنا تقف على اي واحد مثلا من دول واعمل كريت سيميلر، واعمل على ده بيك لاين او لاين حتى عادي، وارسم اي حاجه اي حاجه، المهم ايه، المهم يبقى موجود وخلاص. طبعا ممكن ندوس شيفت عشان نعمل كونسترين كده، ايه كده كده ايه دي ريفرنس بلانز بنعملها عشان نبدا نعرف الحاجه اللي احنا هنعملها. ليه؟ لان انا لما اجي بعد كده كارت الكولوم انا ما بعرفش دايمنشنز الكولوم. انا اللي بعمله براكتيكالي ان انا بعرف الدايمنشنز بتوين الريفرنس بلانز دي، وهو بيبقى ان انا مركب العمود على الريفرنس بلانز، فبيرسم يرسم العمود على الريفرنس بلانز دي. تعالى طبعا انا هوريك كل الريفرنس بلانز اللي احنا محتاجينها لحد دلوقتي، بس انا هبدا اوريك بس ايه فائدتها. تعالى نبدا بعد ما عملناها نبدا نكريت العمود. اعمل كريت فورمز اكستروجن. ايه الاكستروجن؟ بالظبط زي فكره الايتابس والساب والكلام ده. يبقى عندي كروس سكشن وعايز ايه؟ اعمل له اكستروجن في اتجاه زد بحيث يبقى العمود كان كروس سكشن، بعد كده اعمل له اكستروجن زي بمده يعني او بعمله انبثاق ايه؟ يطول يبقى عمود، زي ما بالظبط واضح في الرسمه 3 دي اللي هو 3 دي بريفيو اللي طالع. ادوس على الاكستروجن وابدا ارسم شكل القطاع اللي انا عايزه. خلي بالك بقى هنا في حاجه خطيره جدا مش عارف اطلعها. احنا دلوقتي قلنا ان انا هرسم العمود كده، هرسم العمود ده القطاع اللي هرسمه. بحيث يبقى حرف ال مثلا زي ما قلنا، و ده لما اجي اعرف بعد كده الدايمنشنز المسافات من الريفرنس بلانز دي هو هيعرف لي العمود. بس في نقطه، انت لازم يبقى عامل لازم تبقى انت عامل لوك بين الريفرنس بلانز والدايمنشن والخطوط اللي انت هترسمها كروس سكشن. فبتعمل الكلام ده ازاي؟ قدامك تو اوبشنز. الاوبشن السهل انك تستعمل بيك لاين وتبدا تبيك لاين على الحاجات دي كده. شايف ان لما بتعمل بيك لاين بيعمل هو لوك للخط مع الريفرنس بلان، وكمل هكذا تمام كده ترسم القطاع. بعد كده تقوم عامل تريم. زي ما قلنا تريم كانها زي امر فرد بتاع الكات شيء كده. بعد كده عايز ده وده ده وده ده وده ده وده كده مع ده وايه وده مع ده. كده انت رسمت الكروس سكشن بتاعك كده الصح كده، هو كاريت العمود. طبعا زي عشان انت بتعمل بيك لاين فالبيك لاين بيعمل البلوك بيعمل اللوك. طب لو انت ما عملتش بيك لاين ورسمت عادي حتى لو رسمت على الخط مش هيعمل اللوك ده. طب ايه الحل؟ ان انت بعد ما ترسم تعمل امر تستعمل امر الاين وتالاين الخط ده على الريفرنس بلانز حتى لو هو كان عليه، عشان الاين ده هو اللي بيخليك تقدر تعمل اللوك ده. طيب تعالوا نكمل.
دلوقتي احنا رسمنا العمود، فاهم هو ان ده عمود. طب احنا الحاجه التانية عايزين نبدا نوضح له ان انا هدخل الدايمنشنز دي، فابدا اعمل ايه؟ اخش على نوتيت وارسم دايمنشنز بالاين عادي. طبعا زي ما قلنا احنا بنرسم العمود مش ما بنرسمش يعني بنوضح دايمنشنز بين الريفرنس بلانز مش الخطوط، فلازم الدايمنشن يلقط الريفرنس بلان. انا مثلا عايز ادخله الدايمنشن ده، اي دايمنشن عايز ادخله كليك عليه، يعني ده اللي هدخله، وعايز ادخل الدايمنشن ده، وعايز ادخل الدايمنشن ده، وعايز ادخل الدايمنشن ده. طبعا الدايمنشن ده والدايمنشن ده مش محتاج ادخله، لان انت لو دخلت ده وده هو هيحسب الباقي لوحده، يبقى كويس كده عملنا اول حاجه. طيب احنا دلوقتي مجرد رسمنا الدايمنشنز، طب انا ازاي ابدا افهمه ان دي دايمنشنز هتبقى كانبوت مش مجرد ان بالترانس ده كده هتبقى دايمنشنز دي كونستنت او فيكست. لكن ده افرض بقى انا عايز ابدا اخليه يدخل لي انا الدايمنشن ده، اختار الدايمنشن ده وتعالى على ليبل واعمل اد بارامتر. البارامتر هيفهم هو ان ده هيبقى حاجه انا ممكن اعمل لها انبوت بعد كده. فانا مثلا هسمي ده، هسمي الدايمنشن ده x1 وده x2 وده y1 وده y2. فاعمل هنا x1 ادوس اوكي واجي على ده اد بارامتر y1 ادوس اوكي وده اد بارامتر ده هيبقى x2 اقول اوكي وده هيبقى y2 اقول اوكي ماشي. يبقى انا كده دلوقتي هو فاهم ان في عندي 4 دايمنشنز هيخشوا للعمود ده، ماشي حلو قوي. طب تعالى نبدا بقى نخش على مرحله انكاريت التايبس دلوقتي. يعني انا دلوقتي عنده x1 x2 y1 y2 يبقى هو عنده 4 دايمنشنز هيخش. لو انت جيت تلاحظ من كاريت اي فاميلي بيدخلك هو معاه شويه تايبس جاهزه. التايبس الجاهزه دي بتيجي منين؟ تخش هنا على بروبرتيز وتعمل فاميلي تايبس. طبعا هتلاقي شويه دي بارامترز الموجوده كلها x1 و x2 y1 y2 ودبث ولتس دول كده موجودين من الاول. فنعمل لهم ايه؟ ريموف بقى كده بيعمل ايه؟ نيو فاميلي نيو تايبز. فنعمل هنا مثلا سي ده عمود مثلا سي مثلا مثلا 700 مثلا في 200. احنا نقص دبث 700 و200 ان الدايمنشنز الكبيره هتبقى كلها 700 والدايمنشنز الصغيره كلها 200. فاجي اغير هنا، بص لما اجي اغير البارامترز يحصل ايه؟ x1 هندخله 700 x2 هندخله 200 y1 700 y2 200. بص ابلاي كده رسم لك اهو الدايمنشن. طبعا هو الدايمنشنز بس دخلت جوه الرسمه عشان البتاع كبرت، لكن في الاخر الموضوع ما فيهوش اي مشكله. فده كده طيب سي 200 سي 700 في 200. اعمل نيو تاني مثلا، اعمل سي مثلا 800 في 300 مثلا، و وخلي ده 800 300 800 300 بس ابلاي عدل هو على الشكل بتاع. يبقى انا كده عندها تو تايبس خلاص كفايه. لو انت عايز تكريت اكتر تقدر تكريت بنفس الطريقه، ممكن ده خليه مش مشكله. دلوقتي بقى في حاجه مهمه جدا، ممكن بس حتى نكبر ده شويه عشان بس المنظر ايه. ده انا ده الريفرنس بلان اللي في الاول ماشي معانا. المهم احنا دلوقتي كاريتنا دول كده. دلوقتي اللي انا عايز اعمله قبل ما اكمل حاجات اكتر، في حاجه في انبوت مهم احنا ما دخلناهوش لسه. الانبوت اللي ما دخلناهوش ده ان احنا نبدا نعرف الانسرشن بوينت اللي هندخلها له. ماشي، انسرشن بوينت برضه محتاجين نعرفها بريفرنس بلان. بنعمل الكلام ده ازاي؟ انا سي ان انا عايز اعمل نقطه هنا، عايز ادخل نقطه هنا مثلا في القطعة ده، فانا اعمل ايه؟ هكريت برضه اروح كريت ريفرنس بلان تاني كده وريفرنس بلان تاني كده واختار انا عشان اخر محتاج ريفرنس في اكس وفاي فده يدخله في التقاطع، فاختار ده كده واعمل له ديفاين اوريجن واختار ده واعمل له ديفاين اوريجن. طبعا انت لو جيت مثلا بعد عملت ديفاين اوريجن وجبت واحد تاني مثلا في نفس الاتجاه وخليته ديفاين اوريجن هو هيقوم لغيه. طبعا
طب كده دلوقتي فاهم ان تقاطع الاكسين دول هو هيبقى الاوريجن. طب ماشي، طب تقاطع الاكسين دول فين، او تقاطع التو ريفرنس بلانز دول فين؟ هنعمل حاجه لطيفه جدا. انا دلوقتي عايز دايما اخليهم يبقوا رقم ثابت، يبقوا رقم في النص. يعني ايه في النص؟ يعني دايما هو بيدخله يدخله في نص الخط ده وفي نص الخط ده. هعمل الكلام ده ازاي؟ هاجي على انوتيت واعمل دايمنشن تاني، واعمل دايمنشن بين الخط ده والخط ده، ودايمنشن من الخط ده الخط ده. انوتيت الايند في نفس الامر، ما تطلعش طلعت كده. بعد كده دوس على علامه الايكوال دي. اما دوست على علامه الايكوال كده بقى هو عنده دايمنشن. الدايمنشن ده مش رقم، هو دايمنشن ده عباره عن ايكواليتي ساين. ده انا بيجي داخل الريفرنس، انا طبعا انا المفروض مدخل له دايمنشنز بتاعه الريفرنس بلان الخارجيه، فانا بقول على الداخليه ده ايكوال من الاثنين اللي حواليه، فدايما هدخلهم في نص من التو ريفرنس بلانز. نعمل نفس الكلام هنا، بعد كده ادوس على علامه ايكوال، هما نص. حلو جدا. اتبقى بس كام حاجه بسيطه جدا. ان هو اول حاجه عايزين نظبط له موضوع ان احنا ندخل له التو ليفيشنز او تو ليفلز لور وابر. فهنيجي نقف على اي ليفيشن كده، هتلاقي ان هو ده معمول اصلا، كان معمول لوك مع اللور، فهو خلاص لما تيجي تعرف له اللور هيعرف بوتوم بتاع العمود. زي ما قلنا دايما اي ريفرنس بلان عشان العمود يبدا يسمع عليه لازم يكون معمول له لوك عليه. فازاي تعمل الكلام ده؟ قلنا لوك، عايزين نعمل لوك مع اللي فوق، هتقوم جاي على موديفاي وتعمل الاين ليه مع الريفرنس بلان ده مع وش العمود، اعمل اللوك فوق. عايز اتاكد ان ارتحت كمان نفس الطريقه، ادوس ايه عليه كده عشان يعمل اللوك. انت كده عملت لوك العمود مع تو ريفرنس بلانز. فلما تعرف ريفرنس بلانز التوب اند بوتوم هيدخل لك هو العمود. تعال نبص في 3 دي كده، العمود بقى طالع حلو جدا تمام. طيب تعال نبدا نعرف، تعال بس ماتيريال سريع كده، نوع الماتيريال يعني. فهتلاقي في الماتيريال اختار كونكريت، يبقى عندك معروف و تمام. بعد ما عرفنا العمود وعرفنا كل التفاصيل اللي احنا محتاجينها، ممكن نبدا نسيف ايه العمود. فممكن نعمل بقى فايل، او تعالى نعمل لود انتو بروجكت على طول. يقول لك ايه انهي بروجكت نوجد ده تمام. بس احنا الاول نعمل السيف عشان كده نخش بقى على ده. احنا ما عملناش السيف الاول، اعمل كده فايل سيف از فاميلي، زي مثلا هنسميه ده ال كولوم سيف. هنعمل لود انتو بروجكت. بص بقى دلوقتي انا لو عملت احنا دلوقتي عملنا لود انتو بروجكت في الفاميلي، طبعا يا اما تعملها انسيرت عادي، اما المفروض انا دلوقتي دخلتها كده. تعالى نختار تايب تاني. طبعا زي ما انت شايف دلوقتي حصل ايه، العمود ممسوك من السنتر بتاعه، السنتر بتاعه اللي احنا اخترناه اللي هو الانسرشن بوينت، دايما في النص من الخطين ايا كان الابعاد. تقدر انت تحط ده كده، تعالى نبص في 3 دي، او تعالى الاول نقلب بس ده كده شيدد، هتلاقي عشان عملناه كونكريت فبقى باين. نخش في 3 دي هتلاقي العمود برده نفس الكلام باين، مفيش اي مشكله. حلو جدا. ايه تاني محتاجين نبص عليه؟ اسيح بتكاري الطيب، خش ايد الطيب واعمل دوبليكيت هتلاقي، واعمل حتى في البريفيو هتلاقي ايه يقول لك ده اكس 1 ده اكس 2، دوس عليه ده يديك اكس 2، يديك كل الدايمنشنز بتاعتك اللي انت عايز تدخلها وتقدر تدخلها، مفيش اي مشكله. بس طبعا دي فكره انك تزيد كاريت فاميلي ليها علاقه بالكولومز، تقدر تطبق ده على اي حاجه ليها تانية، على اي قطاع، اي كروس سكشن كولوم تاني مختلف انت محتاج تدخله. وكده كنت هنا من فكره شرح ازاي نكاريت فاميلي للكولومز. فشكرا والسلام عليكم.